ليس باللعب الثاني عشر وإنما كان الأول، فقد زينت لوحاته ملعبي أكادير ومراكش منذ البداية وأبهر الجميع بعدما دفع بناديه للوصول إلى إنجاز تاريخي. إنه الجمهور الرجوي. إنهم الجراد لكثرتهم وللونهم الأخضر الذي يكتسح المدرجات، هكذا لقبوهم الجماهير الرجاوية. كانت سباقة للعالمية منذ سنوات، فهي التي نافست أعرق وأقوى جماهير المعمورة فيما يعرف في المغرب بالتيمو أو الدخلة في شمال إفريقيا. لوحات زاهية فوق المدرجات لطالما كانت سرا لا يستمتع بمذاقه إلا من يتحول لمتابعة الرجا في معقله محمد الخامس، وقد يتحسر في صورة الهزيمة، لكن عزاؤه الوحيد هو ما صنعه أبناء الكورباسيون. كم هي عديدة تلك اللوحات الفسيفسائية التي نسجتها المجموعات الرجاوية، ومع كل تيفو حكاية عشق للنادي أصبحت تدون في الذاكرة كما تحفظ الألقاب في سجلات الفريق. فرجوا وليدها تسنى فطار لراحيش الشعر خنرا شانت جيران كي العدا لمس الأخرار وعيت مكفية حسرا صحيت موعك يا أهنينا وما تبكيش ولا تكرح وشو أدى كانت البلاد عليهم صفر والدي روم يفل عدال عايشي